مصر. معانا بس عشان دنيا ابراهيم زميلتنا معانا دلوقتي على الهوا من اسكندريه وهتقول لنا ايه اخبار اسكندريه يا دنيا. دنيا مها، احنا لازلنا بنتابع فعاليات الانتخابات الرئاسية لعام 2018 من اسكندرية. الحقيقة اللجنة اللي احنا موجودين فيها تم غلقها زي باقي اللجان من الساعة 3 ل 4 للراحة. عندما غلقت الصناديق او غلقت اللجنة في فترة الراحة كان حوالي 600 ناخب منذ الصباح حتى ذلك الوقت. عايز اقول لحضرتك انه دلوقتي معانا ضيوف من نوع خاص جدا، ضيوف يعني ازواجهم من اجل ازواجهم احنا واقفين هنا ثابتين على الارض اللي احنا عليها. معانا الاستاذه اسماء مجدي زوجة الشهيد حازم اسامه زاهر شهيد كمين النقب بالوادي الجديد، والسيده مشيره عبد الهادي زوجة الشهيد عماد الركايبي شهيد الكنيسه المقرصيه. برحب بيكم. اهلا بيك. احنا واقفين هنا على ارض صلبه بسبب ازواجكم، يعني ابطال زوجات لابطال. عايزه اعرف سر نزولك لانتخابات دلوقتي ايه؟ والله انا يعني كل الظروف اللي مريتي بيها. طبعا انا نزلت الانتخابات عشان دي بلدي، يعني ده منظرنا قدام العالم كله. وطبعا يعني موضوع استشهاد جوزي ده شجعني اكتر ان يعني نقول للناس كلها وبالذات الارهابيين والناس دي ان احنا نزلنا عشان احنا اقوى. احنا عايزين البلد دي تستقر، احنا مش عايزين البلد دي يعني كل حاجه تروح فيها في ناحيه او البلد دي تتدهور حالها. بس فده اللي خلاني انا انزل وتشجعت اكتر وشجعت يعني اهلي كلهم ان هم ينزلوا. بتربي في ولادك ده؟ طبعا حب الوطن، حتى يعني ابني دايما كان يطلع يقول يعني يقول انا عايز ابقى ضابط زي بابا عشان ادافع عن الارض دي وادافع عن البلد دي. ويعني وبنتي نفس الكلام، هي مش فاهمه الكلام قوي بس بتقول لك انا عايزه ابقى ضابط زي بابا برضو، وعايزه يعني برضو حابه قوي ان هي عندها وطنيه برضو. هي عندهم كام سنه؟ مهند 6 سنين وفرح 5. مدام مشيرة، عايزة أعرف منك يعني نفس تقريبا الظروف اتعرضنا لها من يومين، ده ما هزكيش انك تشاركي في الانتخابات لمرة أخرى النهاردة؟ لا بالعكس اطلاقا، يعني انا الاول كنت يعني بنزل ايام الانتخابات طبعا ايام عماد، وهو كان حريص على ده جدا ويشجعني ويقول لي امتى ويلا وانزلي. عايزه اقول لك مامته وباباه في الشارع من الساعه 9 راحوا انتخبوا ورجعوا، العيله كلها منزله صورها على السوشيال ميديا ان هم منتخبين. ده واجب علينا قبل ما يبقى شرف لينا، حاجة أساسية في حياتنا إن احنا نحافظ على بلدنا. واللي حصل لنا ده على فكرة قوانا وشجعنا أكتر إن احنا ننزل وهننزل، ولو كل يوم في انتخابات وأي انفجار أي حاجة هتحصل زي اللي حصل في اسكندرية من يومين ده مستحيل يغيرنا ومستحيل يرجعنا حتى خطوة لورا. محتاجة إيه من الفترة الرئاسية القادمة؟ بصي، محتاجة أمان لبلدي، محتاجة أمان لولادي. هو في امان طبعا وكل حاجه الحمد لله، هما ما سابوناش، بس محتاجين نحس اكتر، محتاجه ان الناس تحب بلدها اكتر من كده. كل اللي ما نزلش لسه في فرصه بكره وبعده ينزل، ما تتاخروش، دي بلدكم لازم تحافظوا عليها. واظن احنا شايفين ده في بلاد تانية، فلازم يعني ده يقوينا اكتر ان احنا نحافظ على بلدنا. لما بتشوفي حد ما عندوش استعداد للنزول للانتخابات كلامك بيكون ازاي معاه؟ خسران كتير، خسران كتير، لان دي بلده لازم يحافظ عليها وجات له فرصه لحد عنده فلازم يحافظ عليها. يعني دي اقل حاجه هيعملها عشان يحافظ عليها، يكمل ويقول ان انا مختار الرئيس ده. كفايه ان الرئيس سايب لنا فرصه زي دي ان احنا نختاره، يعني حد غيره كان قال لك لا ما انا كده ولا كده رئيس، لا ده هو مديك فرصه ان انت تختاره، فاختاره بارادتك وكمل معاه عشان هو كمان يعني يدي بلدك اكتر ما هو مديه. رسالتك ايه للرئاسه القادمه؟ والله يعني انا رسالتي ان انا فخوره، بحب سياده الرئيس جدا وفخوره بيه جدا، وبقول له ان احنا معاك ومش هنسيبك ابدا وكلنا ايد واحده، ويعني عمرنا ما يعني هنسمع اي حاجه من الناس اللي بره او الكلام ده.